بتوجيه من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، للمؤسسة العامة للشباب والرياضة لإقامة دور خالد بن حمد للمراكز الشبابية في نسخته الثانية لكرة القدم. جاء ذلك منسجما مع رؤية المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والرامية إلى الارتقاء في مسيرة المراكز الشبابية في المملكة وتعزيز إسهاماتها في تطوير القطاع الشبابي من خلال استقطاب الشباب وتوجيه طاقاتهم والتوجه السليم وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تلبي ميولهم واهتماماتهم المتنوعة. دور خالد بن حمد للمراكز الشبابية الأول لكرة القدم حظي في نسخته الأولى بردود فعل إيجابية نظرا لأهمية الدور في تهيئة الأجواء المثالية أمام الشباب البحريني لممارسة الأنشطة والبرامج الرياضية وتنمية مهاراتهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتحفيز المراكز الشبابية من أجل تعظيم دورهم في رعاية الشباب وتقديم الأنشطة الرياضية التي تبرز مواهبهم، إضافة إلى تعميق التواصل الاجتماعي والرياضي باعتبار الدور واحدا من أهم البرامج التي تحقق مبدأ التعارف والتلاقي ومد جسور التعاون بين جميع الشباب من مختلف محافظات المملكة. النسخة الأولى من الدوري شهدت تقديم الفرق للأداء راقي ومستويات كبيرة، تفوق خلالها فريق مركز شباب الوسطى على الجميع وحصد اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق مركز شباب سفرة بنتيجة هدف دون رد ليسدل الستار على أول بطولة في كرة القدم للمراكز الشبابية. واليوم نحن نقف أمام النسخة الثانية لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية حيث ستقام مباريات الدوري لأول مرة في الصالات المغلقة وبمشاركة 20 مركزا شبابيا من مختلف محافظات مملكة البحرين. وهذا الدوري جاء ليحتضن الشباب البحريني ويعطي الشباب الفرصة الكاملة من أجل إظهار إبداعاتهم في دوري منظم من كافة النواحي الإدارية من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة ويشرف عليه من الناحية الفنية الاتحاد البحريني لكرة القدم. وللدوري أهمية كبيرة في اكتشاف المواهب الرياضية الكروية في المملكة، إذ يعتبر مهما بالنسبة للاعبين الذين لا يلعبون كرة القدم بصورة رسمية في الأندية الوطنية، إضافة إلى توجيه طاقات الشباب البحريني نحو تنمية ميولهم ومهاراتهم الكروية، الأمر الذي سيسهم في إثراء مسيرة كرة القدم في المراكز الشبابية.